اسمي دنيا مجدي، 20 سنة، هندسة عمارة. أنا ريهام توفيق، عندي 34 سنة، خريجة فنون جميلة عمارة. اسمي آية عبد الله، عندي 19 سنة، أنا في تانية طب أسنان. اسمي تؤى مجدي، في تالتة كلية تربية فنية، عندي 22 سنة. اسمي جيلان هاني، عندي 18 سنة، وأولى كلية في بدر فنون تطبيقية. اسمي بسمة علاء وليد، وعندي 15 سنة، وفي تالتة إعدادي. اسمي مروه عادل، خريجه تجاره اداره اعمال، عندي 42 سنه. انا عرفت عن الكورس ده من الفيسبوك، وبقالي هنا شهر ونص تقريبا. من على صفحه فيسبوك شهر ونص برضه، مجرد سيرش على جوجل لحد ما لقيت ان ده اقرب مكان يعني جنبي وكده. من 5 سنين عرفت المكان برضه من على الفيسبوك، بقالي هنا 6 سنين من اولى اعدادي. ساكنه جنبه بقالي سنه باجي. عرفت المكان من صفحه الفيسبوك، وبقالي 3 شهور هنا. خدت كورس بوب ارت، وده تاني كورس اخده في المكان. فيسبوك تقريبا شهر ونص. كان نفسي قوي ان انا اجرب ارسم على الحيطان، وان انا عامه اتمكن في الحاجه دي وكده، ومن زمان كان عندي شغف يعني في الحاجه دي. انا حسيت ان الفكره كانت مختلفه وحاجه جديده عايزه اجربها. انا كنت عايزه اغير ديزاين اوضتي، وكانت اول حاجه شفتها لما فتحت الفيسبوك لقيت الموضوع، فتشوقت اكتر فدخلته. قريت البوست بتاع كورس، اتحمست جدا، وكنت حابه ان انا اجرب حاجه زي كده. كان اتعرض عليا شغل زي كده، ولما لقيت يعني لقيته صدفه، ولما عرفت ان مستر محمد هو اللي هيدولنا، فبصراحه اتحمست قوي وجيت وكده. انا بحب الرسم جدا، وكنت حابه اتعلم حاجه جديده، رسم على مساحات كبيره، وحابه اشتغل كده في المستقبل. الكورس شدني الرسم على الجدار قوي، لان حابه ارسم على الحيطه عندي في البيت طول الوقت. دايما بتخيل رسومات عندي على البيت عشان ارسمها، بس مش عارفه ابتدي ازاي ولا استخدم خامات ايه، فحبيت اخده هنا في الكورس. استفدت منه كتير، عرفت خامات جديده، طرق جديده. بس دلوقتي يعني هبدا في المجال ده ان شاء الله، هكمل مش هقف. كنت عايزه اتطور، عايزه ابقى احسن. هو انا كده كده يعني نفسي اتخصص عامه انتيريور ديزاين في الجامعه عندي، ف كان حاسة ان دي حاجة هتنفعني في شغلي برضو شوية، ان تساعدني عامة يعني في البيت والشغل الانتيريور والحاجات دي. احاول احسن نفسي واطمن في بيوت الناس القرايبي وكده، وان شاء الله ممكن اشتغل في الموضوع. عايزة اشتغل بعمل برسم على الجدران. حابة ان انا ادخل في المجال اكتر، ان انا اكمل في الوول بينتنج عامة، في حاجات مختلفة. انا ممكن ارسم في اي حتة او كده. اتعلمت ازاي استخدم الالوان، اعمل منظور. انصح اي حد عاوز يجي ياخد كورسات سواء رسم وموسيقى اي حاجه، المكان حلو جدا. لا خده عادي، الكورس حلو على فكره، مفيش مشكله، بس وبالعكس يعني هتستفيد منه كتير، وتجربه حلوه قوي عامه. ييجوا عادي، وهنا بيعلمونا يعني من الاول خالص. حتى لو انت مش عارف حاجه، مش بتعرف تمسك الفرشه بتعرف، ومش شرط ان انت تكون بتعرف ترسم اصلا، لا عادي. وانصحهم بصراحه، لان هنا يعني بيبقى فيه كل حاجه حلوه، الجو عامه مهيئ لكل حاجه، والادوات ومستر محمد بيبقى معانا بيعلمنا كل حاجه. بشجعهم ان هم يجربوا حاجه زي كده، ان اكيد هيتبسطوا فيه. لا الكورس حلو، هينبسطوا كتير، والناس كويسه جدا، الموضوع حلو، استمتعنا كلنا وعرفنا كل حاجه فيه. الكورس فيه حاجات كتير مميزه. طبعا مش هتكلم عن الانستراكتور، لان هو يعني يعني من احسن الناس اللي قابلتها في حياتي، واستفدت منه كتير جدا، وعنده خبره كبيره في كل حاجه. الناس اللي موجوده هنا طبعا كلها لطيفه جدا، وحبيتهم كلهم، ومبسوطه ان انا بقى عندي اصحاب كتير منهم. انا ساعه ما خدت معايا يعني، ومهما شفت اماكن تانية، لا بحن المكان ده وبحب اجي فيه، لانه بيعلموا كل حاجه فعلا من الالف للياء. المواعيد كانت مناسبة لينا عامة يعني، ومستر محمد كان معنا في كل حاجة، وكان بيساعدنا، والتيم ورك هنا كان كلنا كويسين مع بعض. وحتى اللي ودايما معاك اللي بيجوا حتى ياخدوا الكورس كلهم بنبقى اصحاب. ممتاز، ومادة دسمة جدا، مفيش حاجة بتفوتك فيها خالص، كل اللي بتبقي محتاجاه او مش متوقعه كمان بتلاقيه يعني. المكان ده عامه يعني الناس اللي فيه وكل اللي بيشتغلوا فيه من كل حاجه، من كل الاقسام وكده، كلهم بيساعدوك كويس جدا. المكان حلو قوي، والناس اللي خدت معاها كويس، كانوا طيبين جدا وحلوين قوي.
كورس في كل حاجة، في كل الأدوات اللي ممكن تستخدمها. من ناحية الانستراكتور، لا مستر محمد بصراحة يعني بيدينا كل حاجة ومش بيلتزم ان ده كورس معين مش عارفة ايه، لا بيدينا الحاجات كلها وبغض النظر عن الكورس يعني. لا انا اتبسطت جدا من المكان بجد، والمكان كل النشاطات اللي فيه عجباني جدا، وحاسة ان انا ان شاء الله هكرر التجربة، هاخد كورسات كتير هنا ان شاء الله. كورس ممتع جدا جدا وتجربة حلوة قوي. خدت كورسات كتيرة قوي، هسه بكمل عشان انا بحب المكان قوي. كل حاجة هنا يعني معمولة بطريقة متقنة، مفيش حاجة كده يعني، فكل حاجة كنا عايزينها كنا بنلاقيها. انا مبسوطة جدا ان انا دخلت مكان زي كده وتعرفت على الناس هنا. الكورس بصراحة استفدت منه جدا، من اول ماتيريالز في الاول ومن كل الحاجات، لو على حسب نوع الحيطة وعلى حسب الادوات اللي انا هستخدمها. وتعلمنا من اول كل حاجه، سواء منظور فيه او تحضير او فينيشنج وكل حاجه. وغير ان الانستراكتور بتاعنا كان بجد كان كويس جدا، هو اصلا يعني اللي معانا في كل حاجه خطوه بخطوه في كل حاجه. ف لا بجد يعني المكان مريح والناس فعلا كلها هنا بتساعد قوي، ف مكان هتحسوا بيتكم يا جماعه.